مرة تانية ذا سكاوت كشاف النجوم بيرجع عليكم من جديد مع موسم هيكون مميز جدا بإذن الله، وهنقدم لكم مجموعة من المواهب المميزة جدا. وحلقة النهاردة هتكون طويلة شوية، علشان كده هقسمها لكم تحت في الديسكريبشن سيكشنز، تقدروا تختاروا السيكشن اللي انتوا عايزينه وتتابعوه. دلوقتي بقى هندخل في تفاصيل الحلقة، بس قبل ما يدخل في التفاصيل انزلوا اعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس، ضروري جدا لأن اللي جاي هيكون مختلف تماما، وكشاف النجوم راجع عليكم من جديد. كل اللي شاف مباراة الأهلي وبايرن ميونخ الألماني في كأس العالم للأندية اتأكد قد إيه الفرق كبير جدا ما بين الكرة المصرية والكرة الألمانية، وده لا يقلل أبدا من النادي الأهلي اللي قدم واحدة من أجمل مبارياته أمام بالميراس وقدر إن هو يحصد الميدالية البرونزية، ولكن لما بنتكلم هنا عن كرة ألمانية وكرة مصرية فأكيد الفرق كبير جدا. والحقيقة الموضوع ده مش مبني كده على الصدفة، لكنه مبني على أسس ودراسات علمية سليمة، علشان كده ألمانيا هي ألمانيا أو أوروبا بشكل عام هي أوروبا وأفريقيا هي أفريقيا. وبالتالي لما غمض عيننا كده بالليل ونصحى الصبح نلاقي ان احنا عندنا لعيبة مصريين موجودين بالفعل او محترفين بالفعل داخل هذه المنظومة الألمانية العملاقة، هل المفروض ان احنا نتغافل عنهم ونعتمد بس على لاعبتنا المحليين، ولا المفروض ان احنا نتواصل معاهم ونحاول ان احنا نستفيد من تأسيسهم العلمي والفني والبدني السليم ونطعم بيهم منتخباتنا الوطنية؟ لو كنتم اعزائي المشاهدين او حتى المسؤولين عن الكرة في مصر لو بيتابعونا وبيتفرجوا علينا مقتنعين معايا بان الاجابة رقم 2 هي الاجابة الصحيحة، فحلقة النهاردة من ذا سكاوت هيكون ده هدفها، وهنمد جسر للتواصل مع واحد من هؤلاء اللاعبين المحترفين في الدوري الالماني، وهو اللاعب مصطفى اشرف لاعب نادي بروسيا مونشنجلادباخ ومنتخب المانيا تحت 17 سنة. مصطفى اشرف هو لاعب خط وسط مصري الماني بنادي بروسيا مونشنجلادباخ، اتولد في بنها عام 2004 لاب وام مصريين، لكنه بيحمل الجنسيه الالمانيه لان حياته ونشاته كلها كانت في المانيا بعد هجره الاسره من مده طويله جدا لاوروبا. مركز مصطفى في الملعب هو لاعب خط الوسط المدافع رقم 6 زي بوسكيتس كده في برشلونه او كيميتش في بايرن ميونخ، ومن اهم مميزاته القوه في الضغط والالتحامات والسرعة والتسجيل الركلات الحرة المباشرة بشكل مميز جدا، بيقدر يسجل من خلالها العديد من الأهداف. والحقيقة ان قصة انضمام مصطفى لنادي بروسيا مونشنجلادباخ بدأت من الصفر بعد ما انضم لأحد أندية الهواية لحد سن 8 سنوات، بعدها التحق بفريق اس فاو ديسبورغ واللي من خلاله لعب امام كل الفرق الألمانية الكبيرة المعروفة، وجات له عروض كتيرة من شالكا وليفركوزن، لكنه من بين كل العروض اختار عرض بروسيا مونشنجلادباخ. والحقيقه انه تير شتيجن حارس مرمى برشلونه الحالي كان كلمه السر في اختياره ده. طب ايه هو العلاقه او ايه هي العلاقه وايه السبب؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي حالا. مونشنجلادباخ علشان يقنع مصطفى بالتوقيع ليه خلى اتنين من نجوم الفريق الاول في الوقت ده وهما تير شتيجن وارانجو يستقبلوا مصطفى داخل النادي وياخدوه في جوله يفرجوه على المنشآت والامكانيات اللي بيمتلكها النادي، خاصه الاكاديميه اللي موجوده داخل هذا النادي واللي بتعتبر واحده من اعرق الاكاديميات في المانيا. وبالفعل بعد هذه الجوله اختار مصطفى التوقيع مع بروسيا مونشنجلادباخ. ولما نشوف ارقام مصطفى مع النادي هنلاقي ان هي الحقيقه مميزه جدا، ففي اول موسم ليه مع فريق تحت 15 سنه قدر انه يسجل 16 هدف بالرغم ان هو لاعب خط وسط مدافع، وفي الموسم الثاني تم تصعيده مباشره لفريق تحت 17 سنه وسجل 6 اهداف، اما الموسم الثالث وهو الموسم الحالي 2021 فالفريق لعب بس 3 مباريات قبل التوقف المسابقه بسبب فيروس كورونا، شارك مصطفى في مباراتين وسجل هدف. الحقيقه انه تالق مصطفى مع نادي بروسيا مونشنجلادباخ لفت انظار العملاقين، العملاق الاول وهو بايرن ميونخ الالماني اللي حاول يتعاقد مع مصطفى ولكنه فضل الاستمرار مع فريقه بروسيا مونشنجلادباخ، اما العملاق الثاني فهو منتخب المانيا. الحقيقه ان مصطفى تم ضمه لمنتخب المانيا تحت 16 وتحت 17 سنه، مش بس كده ده كمان بقى هو اللي بيحمل قياده الفريق او شاره الكابتن مع منتخب المانيا تحت 17 سنه. دلوقتي بقى مفيش اجمل من اننا نختم الفقره دي بالحديث مع مصطفى نفسه ونشوف ونسمع قال ايه. سألناه عن حاجات كتير، عن طموحه في الفتره اللي جايه وعن منتخب مصر، حاجات كتيره جدا، تعالوا نشوف ونسمع قال ايه ونرجع نكمل حلقتنا مع بعض. اهلا بيك يا مصطفى معانا في برنامج ذا سكاوت. اهلا بيك يا وسيم، شكرا على الاستضافه. خلينا كده يا مصطفى الاول تحكي لنا ايه علاقتك بمصر بقى بعيدا عن الاب والام، يعني تعرف ايه عن مصر؟ هل بتزورها؟ احكي لنا وعرفنا. انا اسمي مصطفى اشرف وعندي 17 سنه، انا بعرف مصر كويس وبحبها، انا من مدينه بنها وبنزل كل سنه مصر، قرايبي واصحابي كلهم في مصر، انا بحب اروح شرم الشيخ للساحل بس ما عرفتش اروح السنه اللي فاتت عشان كوفيد 19.
طب قول لنا يا مصطفى، هل اتفرجت على مباراه الاهلي وبايرن ميونخ في كاس العالم للانديه؟ وشايف ايه الفرق ما بين الكره المصريه والكره الالمانيه؟ ماتش الاهلي وبايرن للاسف ما اتفرجتش عليه، ولكن سمعت ان الاهلي عمل ماتش كبير، ولكن بايرن كان اقوى. لعيبه زي ليفاندوفسكي، كيميش وجنابري حسبوا النتيجه لصالح بايرن. طب قول لنا ازاي قدرت توصل للعب في صفوف نادي بروسيا مونشنجلادباخ؟ مشوار طويل، بدايه من سن 3 سنوات، طبعا وصلت بالتمرين الجد، الانتظام وتعليمات المدرب، ولسه الطريق طويل على تحقيق الحلم. تمام، طب ايه هي مميزاتك داخل الملعب من وجهه نظرك الشخصيه، ومين هو اللاعب اللي انت بتشوفه مثل اعلى ليك او بتحاول انت تكون زيه في الملعب؟ ممتاز في الملعب بالتكنيك العالي، القوه الهجوميه والسرعه في الاداء. اللاعب اللي انا بشبه له بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد. هل بالفعل جالك عرض من نادي تشيلسي الانجليزي؟ بالنسبه للعروض، انا كان عندي عروض من بايرن ولايبزيج، ولكن انا مركز مع مونشنجلادباخ عشان اكبر اسمي في مونشنجلادباخ. طب قول لنا ايه هو طموحك للفتره الجايه، وايه هو الفريق اللي بتعتبره حلم حياتك الانضمام ليه؟ حلمي ان انا هلعب في كاس العالم، واتمنى ان انا هلعب في مانشستر يونايتد جنب بول بوجبا. دلوقتي انت لعبت لمنتخب المانيا تحت 16 وتحت 17 سنه، هل حصل تواصل ما بينك وما بين المسؤولين في منتخب الاولمبي الالماني على سبيل المثال، او منتخب تحت 19 سنه؟ انا حاليا مع منتخب 17 سنه وله بروجرام معين، ولكن عشان كوفيد 19 لغوا كل الماتشات. طب دلوقتي بقى السؤال اللي كتير جدا مستنينه، بما ان انت لعبت المنتخبات المانيا تحت 16 و17 سنه، هيكون ايه رد فعلك لو جالك استدعاء من منتخب الشباب او الاول او الاولمبي المصري؟ انا تحت امر منتخب الشباب الاولمبي او الاول، ده شرف لكل لعيب. هل لو كان جالك استدعاء من منتخب الشباب اللي كان بيقوده الكابتن ربيع ياسين في وقت ما انت كنت بتلعب وبتشارك مع منتخب المانيا، هل كنت هتوافق وممكن تنضم؟ طبعا لو كان جالي استدعاء من الكابتن ربيع ياسين ما كنتش هتاخر عن بلدي. اخيرا بقى، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا هعرف انديه مصر، الاهلي، الزمالك، الاسماعيلي وبيراميدز، وبعرف اللعيبة المحترفين، صلاح من ليفربول، النني من أرسنال، المحمدي من أستون فيلا، ومصطفى من مونشنجلادباخ. شكرا ليك جدا يا مصطفى على مقابلتك معانا، وبتمنى ليك كل التوفيق في الفترة القادمة. مرة تانية شكرا على الاستضافة يا وسيم، ونشوف بعض ان شاء الله في الصيف. كان معاكم مصطفى أشرف من مونشنجلادباخ، والسلام عليكم. زي ما شفنا وسمعنا، مش بس رامز حفظ الله اللي ضاعت فرصه انضمامه لمنتخب الشباب اللي كان بيقوده الكابتن ربيع ياسين بعد ما اختار منتخب المغرب، لكن كمان مصطفى اشرف كان مرحب ان هو ينضم لمنتخب الشباب، ولكن محدش تواصل معاه. يمكن ده يكون خير ليه بعد ما المنتخب المصري خرج من الدور الاول بعد ازمه فيروس كورونا، ولكن اللي يهمنا انه حتى هذه اللحظه لسه مصطفى اشرف متمسك او فاتح الباب للانضمام لمنتخبات مصر الوطنيه. في الموسم الاول من ذا سكاوت قدمنا موهبه قويه جدا في عالم كره القدم العالميه، وهو اللاعب المصري الاصل هيثم حسن، لاعب نادي شاتورو الفرنسي سابقا ولاعب نادي فياريال حاليا. وزي ما شفتوا وتابعته، احنا تواصلنا مع كابتن حسام البدري، ويمكن الكابتن حسام اكد ان هو بيتابعه وهيشوف انه ممكن ينضم للمنتخب في الفتره القادمه. لكن ايه هو الجديد؟ خلينا نقسم كده الجديد حاجتين. الحاجه الاولى بالنسبه للاعب نفسه، عامل ايه مع فريقه فياريال؟ الحقيقه انه هيثم حسن بيلعب كل المباريات تقريبا مع الفريق الثاني لفياريال، وده كان الاتفاق ما بينه وما بين اداره النادي اللي قررت ان هي تاهله الاول مع الفريق الثاني وبعد كده يلتحق بالفريق الاول. وبالفعل الحقيقه انه اوناي امري المدير الفني للفريق الاول اعجب جدا بهيثم حسن وقرر تصعيده للتدريب مع الفريق الاول. مش بس كده، ده كمان قرر ان هو يحط اسمه في القائمه النهائيه لنادي فياريال المشاركه في الادوار الاقصائيه للدوري الاوروبي. من الناحيه الثانيه، ايه هو الجديد فيما يخص انضمام المنتخب مصر الوطني؟ هل هيكون متواجد في معسكر مارس القادم، ولا هيتواجد في معسكر منتخب تونس زي ما بتقول الصفحات ومواقع التونسيه لانه ليه اصول تونسيه؟ الحقيقه انه هيثم مش هيتواجد في معسكر منتخب مصر القادم ولا حتى معسكر منتخب تونس، واعتقد حتى في المعسكرين ثلاثه جايين برضو ممكن ما ينضمش، وده لانه هيثم في الوقت الحالي قرر ان هو يقفل الباب تماما امام فكره التمثيل الدولي، ويركز بس على تطوير ادائه ومستواه واثبات نفسه داخل صفوف نادي فياريال على امل الالتحاق بصفوف الفريق الاول في اقرب وقت ممكن. لو بتحب تتابع المواهب العالمية الصاعدة بقوة في عالم كرة القدم، لو نفسك تعرف مين ممكن يكون ميسي الجديد أو كريستيانو أو حتى صلاح الجديد،
في ذا سكاوت كل اسبوع هنقدم لك موهبه عالميه متوقع يكون ليها مستقبل كبير جدا في عالم كره القدم. والبدايه في حلقه النهارده هتكون من لمسيه الاكاديميه الشهيره لنادي برشلونه. طبعا كلنا عارفين ان نادي برشلونه عنده ازمه كبيره في مركز الباك ليفت، لان الباك ليفت الاساسي جوردي البا خلاص سنه دلوقتي بقى 32 سنه، كيرفو ابتدى ينزل، وحتى البديل بتاعه لاعب جونيور فيربو مش على نفس المستوى. لكن نادي برشلونه قد يكون وجد البديل او الحل في اللاعب اليخاندرو بالدي اللي موجود في اكاديميه لاماسيا، وهو لاعب مميز جدا اسباني من اصول غينيه عمره 17 سنه، وعنده ميزه كبيره جدا في الانطلاقات السريعه من الخلف للامام وفي المراوغه واحد ضد واحد وواحد ضد اثنين، وكمان الكرات العرضيه بتاعته مميزه جدا وبيقدر يصنع الكثير من الاهداف. الحقيقة انه بالدي تم تصعيده هذا الموسم لفريق برشلونة بي، وكل التقارير بتؤكد ان رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الاول معجب جدا باداء اللاعب، وعلى الارجح هيتم تصعيده للفريق الاول في الموسم القادم. أليخاندرو بالدي لاعب دولي اسباني، لاعب لمنتخبات تحت 16 و17 و18 سنة، وقيمته السوقية حاليا 500 ألف يورو.